أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. قال شهود عيان ومصادر طبية إن 20 شخصا على الأقل قتلوا صباح اليوم وجرح آخرون في تفجير استهدف تجمعا للحوثيين في ميدان التحرير وسط العاصمة اليمنية صنعاء. وتحدثت وسائل إعلام يمنية في معلومات أولية عن أن انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه بين عشرات من عناصر جماعة الحوثي الذين كانوا يتجمعون بالقرب من ميدان التحرير. ومعنا من صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في